قدر الأب والحمد لله. الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. حسبي الله فيهم ومعوانهم، حسبي الله فيهم ومعوانهم. في صورة انتشرت شفتيها تأكدتي؟ اه الصبح أول إشي قالوا صاروا بيحكوا لي ابنك ومش ابنك. أنا قلت يعني هاي لفحة شكلها مش لحية، والحين تشكرها بس كده لفحة كان حاطة حرام. يعني الحمد لله الحمد لله ربنا هو أكرم. الحمد لله الحمد لله الله اختارهم بين الناس شهداء. الحمد لله شهيد. الحمد لله ربنا اختارهم. الحمد لله. جبت الأغراض الأغراض الشخصية. اه جاب بنطلون وبلوزته وفي نص سفرة مش إله يعني، بس أنا عرفت بلوزته والبنطلون. وكان في مصحف كمان. اه مصحف أبوه مهدية هو صغير، أهدى كل واحد مصحف قبل يستشهد أبوه، وكنا حامل ولانه بجيبته ومطخوخ جاي في رصاصة بصدره كنه كان حرام. الله يرحمه يغفر له ما شاء الله عنه دين وما شاء الله برفع الراس. ابن فلسطين كله، هذا مش ابني لحالي، هذا ابن فلسطين كامل ما شاء الله، هز الكيان كله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله صبرا جميل والله المستعان. الحمد لله على كل حال الحمد لله ما شاء الله. هذا خط والده، خط والده وإيده الشمال كانت إيده